انت شايف ان اهلي كولر مختلف؟ جدا ليه؟ جدا. أهلي ايه بصمته؟ اهلي كولر متطور، اهلي كولر بيصلح الاخطاء دايما. يعني احنا شفنا حتى برغم الغيابات، برغم شفنا مثلا في اول الموسم شكل الاهلي كان مختلف تماما، شفنا اعتمادات على حاجات جديده، شفنا كريم فؤاد بيشتغل جناح، شفنا افكار مختلفه، الحاجات دي كلها مش موجوده. يعني هو اشتغل واحد على توظيف اللعيبه بالظبط من جديد. بالظبط. يمكن حتى على الادوار، حتى اللعيبه اللي كانت موجوده عمرنا ما شفنا حمدي فتحي في الادوار الهجوميه ديت، زي ما كنا بنتكلم كله الادوار الدفاعيه اللي بيعملها، حتى لما بيستخدموا كاليبرو او في نص الملعب او يعني الحاجات دي في الدفاعين، فجاه تلاقي حمدي فتحي بيعمل ادوار هجوميه. فده توريك ان المدرب هو مطور كمان، مش مجرد اخراج طاقات منهم، زي مثلا حاله بيرسي تاو. بالظبط. قلنا ده خلاص هيمشي من الاهلي. هو بيرسي تاو يعني بالعكس، هو بيرسي تاو حتى السنه اللي فاتت هو يعني لغايه ما حتى في احصائيه ان هو في الادوار السيمي فاينال هو مشارك الاهلي السنه دي والسنه اللي فاتت 10 اهداف في سيمي فاينال افريقيا على الاربع ماتشات، بيرسي تاو مشارك في 9 منهم سواء بالاحراز او بالتدريب. بس هو واضح جدا انه اصلا المعد البدني عامل معاه شغل جامد جدا. تيم بصراحه، ما هي دي الفكره في كولر، هو مش بيشتغل وان مان شو زي ما بيقولوا، لا هو بيشتغل فريق كامل، كل حد متخصص معاه. فيعني هو بصراحه على جميع النواحي انا شايفه بصراحه على الطريق الصحيح، مش هنقول الحاله اللي هي المثاليه، بس الراجل لسه محتاج وقت كمان، يعني هو في كل الحالات يقول انا لسه محتاج وقت، لسه محتاج مهاجم، لسه محتاج اطور فرقه، لسه هيشتري اكتر ويغير لعيبه وهيطور اكتر. لكن دايما دايما بقيسها كده، بقيسها باللعيبه. حتى محمد هاني مثلا على سبيل المثال، محمد هاني سنين كتير جدا الناس بتقول محمد هاني مش الباك اليمين اللي ينفع للاهلي. انت فجاه النهارده مع غياب كريم فؤاد، مع غياب اكرم توفيق، ما حسيتش ان في مشكله. بالزبط. انت رحت جبت خالد عبد الفتاح، بس بتلاقي مع التدوير اصلا اللي بيعمله كولر احنا ما بنحسش ان في لاعب جوه او لاعب بره، ما بقاش موضوع ان احنا نقعد نقول يا مستشفى الاهلي واللاعب الاساسي. فاكر ما كنا بنقعد نقول عبد الله السعيد مشي، عبد الله السعيد اتصاب. بالظبط. وكنا دايما حتى بالفتره مثلا بنقول فكره صانع اللعب، لا بنقول مثلا عبد الله السعيد، بنقول مثلا بعد كده قفشه. لا انت بتلاقي دلوقتي حتى ان قفشه حتى مش موجود. انا مش عايز صانع لعب، انا عايز ال11 لعيب يكونوا صناع لعب. هي الكره الانجليزيه كده مثلا، الكره اللي بنتكلم مثلا حتى العالميه دلوقتي. احنا بنلاقي ان حارس المرمى حتى بقى صانع لعب، بيصنع فرص حتى. بس مش دايما، وهنروح لده لما نتكلم على الزمالك، مش دايما اللي في اوروبا بنعرف نطبقه عندنا. يعني خلينا لما نروح للزمالك. طيب عشان الموضوع خلاص كبير شويه. طب تيجي نروح للاحصاءات على طول ونشوف شكل الملعب كده في الاهلي وفي الوداد. تمام. يلا يا جماعه نشوف الشغل الفني بقى في الملعب اللي بيعمله كولر، وايه نقاط القوه بتاعته، ومحتاج يشتغل على ايه قدام الوداد. هو كولر خلاص يعني الفترة الأخيرة بقى شكل الفرقة زي ما قلنا كده، هو كل فترة بيطور شكل الفرقة. الفترة الأخيرة بقى ثابت ويعتبر خلاص 4-3-3 واضحة للناس كلها. باختلاف المهام فجأة، يعني احنا بنلاقي زي الدور الثمانية فجأة حمدي فتحي فجأة بنلاقيه في الصندوق وبيزيد كمهاجم تاني. فجأة بنشوف التحولات ما بين بيرسي تاو ان هو جناح. هو دايما بيلعب على الفكرة اللي هو الحركية أو التنوع ما بين اللعيبة كلها، ما تلاقيش لعيبة ثابتة. هو دايما عايز في منظومة كاملة، كل لعيب أي حال لاعب بيلعب. بنشوف حسين الشحات لما كان بيلعب جناح يمين هو المحور الفريق، فجأة بيرسي تاو بتلاقيه هو محور الفريق. حسين الشحات يروح الناحية التانية شمال هتلاقيه شغال وعارف هو هيعمل ايه، هتلاقي احمد عبد القادر بينزل هو عارف هو هيعمل ايه. فخلاص شكل الفريق بقى ثابت، حتى باختلاف مثلا بعد السلاية شوية دخول مروان عطية عمل انتعاشة مش طبيعية برضه في حالة نص الملعب. فده يوريك ان المدير الفني هو دايما بيطور. يمكن الاعتماد قبل كده كان مثلا على ديانج او على حمدي فتحي في حته سته، بنشوف دلوقتي ان مروان عطيه لما بيخش في المنظومه لا هو خلاص بيخش لكنه ترس عارف هيخش ازاي وسط المنظومه. فدايما انا معاك. فدايما لا بنشوف طريقه اللعب ثابته، دايما بيعتمد على التحركات وعلى المفاهيم اكتر من على الاشخاص. يعني بنشوف التحركات، بنشوف دخول الجناح بيخش للعمق ازاي، بنشوف التحركات اللي حسين شحات بيعملها في المساحه حتى في الجون الترجي الاخير. فدايما بتلاقي الافكار هي متكرره، فكره دخول حمدي فتحي او دخول حد من نص الملعب وبيكمل جوه كمهاجم تاني بنشوفها على طول ثابته. بنشوف الضغط العالي بنشوفه، كل اي حد فريق بيكون موجود بيطبق الافكار ديت.